الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر القائمين على هذه المؤسسة المباركة، المؤسسة الإسلامية التي لا تأمل جهدا في نشر القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. وعلى ما اطلعت من عملهم أنهم يقومون بعمل جيد وموفق بإذن الله تعالى. أرجو من الجميع أن يساهموا في هذه المؤسسة سواء بالمال أو بالجهد أو بالعلم أو بالمشاركة في أي ناحية من نواحي هذه المؤسسة المباركة. أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والقبول والسداد والانتشار الواسع في هذه البلاد ونفع أبناء المسلمين في كل مكان من بقاع الأرض، إنه هو الرحمن الرحيم. كما أوصيهم أن يكون عملهم خالصا لوجه الله الكريم، وأن يكون هذا العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أعمالهم ملتزمة بالرفق واللين والدعوة الحسنة والحكمة الصالحة، إنه هو الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد.